القطب اللي دشنوا تبون مع القطب العلمي والتكنولوجي اللي دشنوا تبون نهار 19 ماي البارح لم يضع حجره الأساسي، لا ولم يفكر فيه ولم ما كان حتى علاقة به، هذا أحد إنجازات بوتفليقة، كما دار المطار الكبير، دار الآخر الملاعب ديال الكبرى، دار سمعت إنجازات هذا الآخر مهم. تبون ما عنده حتى علاقة، تبون جاي دشن هذا القطب. انت موجود في مدينة سيدي عبد الله، مدينة سيدي عبد الله اللي تسمى مدينة جديدة، دشنها بوتفليقة في ديسمبر، في 11 ديسمبر 2016، شفتوا؟ في 11 ديسمبر 2016، و يعني المشروع تاع هذه المدينة اللي جات موجودة على 25 كيلومتر عن العاصمة، مشروع تاع فيه يعني عدة أقطاب اللي باش تعطي صورة عن جزائر عصرية، فيه قطب صحي، فيه قطب صيدلاني، يعني في القطب الصحي كان القطب الصيدلاني والبيو تكنولوجي، فيه قطب جامعي، فيه قطب تاع التكنولوجيات العصرية، وهذو الأقطاب كلها تستعمل تقنيات عصرية متطورة جايبينها من أمريكا، من الولايات المتحدة الأمريكية ومن اليابان، والجزائر هي أول بلد في إفريقيا اللي تستعملها. هذا كان مشروع تاع بوتفليقة، ماهوش تاع تبون، تاع الألف مليار دولار، ماشي تبون بوتفليقة، الألف مليار دولار اللي كنا قادرين نديروا العجب بالألف مليار دولار، هذا هو اشتار بالألف مليار دولار. هذه المدينة هذه اللي يعني دشنها بوتفليقة وبقى فيها الأقطاب يتبناو في نفس الوقت وبداو يشتغلوا، للأسف أنه المشروع كمشروع ما تنجزش كما يلزم الحال. هو على كل حال في 2018 كان تم إنجاز 80% 70% منه في 2018، وما يعني للأسف نعطيك صورة تاعه، شوف هاي صورة تاع هذا المدينة الجديدة، للأسف هنشوفو هاي الصورة تاع ها شتروسخ وبدا منا وبارتيمان سيتي دورتوار الدوحة، ولات سيتي دورتوار حي تاع رقاد ونوم سلام. هاي للأسف هذا هو ال جريدة لو موند كانوا علقوا عليها وقالوا يعني بلي هذه المدينة هذه عبارة عن عمارات، هاد سيتي دورتوار زيغونتيسك، وين السكان كينمل يبانو كينمل، ما كانش يعني كان غابة تاع بيتون، ما كانش قال شوارع وطرقات هكذا مسطران دايرة دي بولفار، داير عاملين زوج أنهز زوج شوارع، واحد يحمل اسم بومدين واحد يحمل اسم بن بلا، هادو زوج اللي يعني نخدم معاهم بوتفليقة أعطى الأسماء لهذا المدينة هذي تاع سينو هاد
دي تاع سيدي عبد الله اللي كانت من المفروض هي مسجله في اطار عده مدن جديده، منها مدينه بوزغوب، الله يرحمني اسمع له، كان خمس مدن، واحده في النتيجه بوغزول، وفي المنيعة يعني في الجنوب، يعني كان ثلاث مدن أخرين للأسف ما كملوش، فوالا هاي ليك مدينة سيدي عبد الله، والقطب اللي جاي يتكلم عليه وكأنه إنجاز تاع تبون، ماهوش إنجاز تبون ويحبس ليه، دونك إنجازات تبون دونك نتكلموا عليها، إنجازات تبون تحويل السجن العسكري للبريدة إلى مركز تعذيب، فوالا حنعطيكم عليها، هاوليك بعد الجنجل.